ده كده صورة البوتاجاز بعد ما خلص وراح الشركة ورجع بشكل تاني خالص زي ما انتوا شايفين، وهنجربه قدامكم. كأنه بوتاجاز جديد، ورينا الفرن كده الشوايه. موتور الشوايه شغال مش باين، بس انت مش مركبه ال متركبة. مش متركبه. دي الشركة اللي جددت البوتاجاز، تكلفة كانت 2700 جنيه، بس رجع البوتاجاز كأنه جديد، كأن لسه مشتريينه جديد زي ما انتوا شايفين.